وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، العبادي في كلمته أمام البرلمان قال إن حكومته طوت الصفحة العسكرية بالقضاء على تنظيم الدولة وهي بصدد تعزيز الأمن والاستقرار، بينما شركائه من قادة الميليشيات ما زالوا يحذرون من خطر تنظيم الدولة، فأيهما نصدق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي أستاذ المشاهدين الكرام. حياك الله. هذه العصابات والميليشيات المسمات أحزابا والتي تتصارع على السلطة منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003 ليس لديها إلا صناعة الأزمات، فهي لم تقدم للمواطن لا أمنا ولا خدمات ولا كرامة، وبالتالي فهي مجبرة على صناع مزيد من الأوهام لدى الشارع العراقي لأجل جذبه إليهم لانتخابهم وتأييدهم والزج بهم أيضا في مغامرات مجنونة كالتي رأيناها طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية. طيب، العبادي أيضا تحدث عن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الإعمار والخدمات والبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة. أين هذه الإنجازات؟ ما هي أصلا هذه الإنجازات؟ طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية أهدرت مبالغ تصل إلى أكثر من 1200 مليار دولار. حزب الدعوة فقط يتحمل وخلال حكم نوري المالكي فقط لثماني سنوات يتحمل غياب أو هدر أو سرقة نحو 800 مليار دولار من هذه ال 1200 مليار التي اختفت من العراق أو أهدرت فيه أو سرقت منه. وبالتالي كما قلنا لم تقدم كل الحكومات المتعاقبة منذ غزو واحتلال العراق وحتى سلطة الاحتلال التي تسلمت الأمر لسنة في العراق بشكل مباشر، لم يقدموا للمواطن العراقي لا أمنا ولا خدمات ولا كرامة ولا خبزا حتى. وبالتالي هذه الادعاءات التي يدعيها حيدر العبادي أو نوري المالكي، بالأمس يتحدث يعني هم أعلنوا اسم تحالفهم تحالف البناء ويتحدثون عن مرحلة جديدة من الإعمار، هذه مجرد كذبة. يعرف العراقيون جيدا أو النخبة من الشعب العراقي الواعي يعرفون جيدا أنها مجرد أربع سنوات قادمة لمزيد من القتل والسرقة والتدمير وإيذاء الشعب العراقي. العبادي أيضا تحدث في كلمته أنه قبل تحدي إعادة بناء القوات الأمنية وتطهيرها من الفساد. يعني هل ثمة تغير في بنية المؤسسات الأمنية العراقية؟ وهل هنالك أي مؤشرات على أن الفساد في العراق قد تراجع برأيكم؟ قبل أربع سنوات عندما جاء حيدر العبادي للسلطة تحديناه في جملة من الأمور، ومنها أن يطهر القوات المسلحة الحكومية أو الشرطية منها من الفضائيين ومن الميليشيات والعصابات الإرهابية التي تسللت أو دمجت فيها بالأحرى لم تتسلل. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.